بما فيهم الدكتور رشاد العليمي والبركاني وعبد العزيز عبد الغني. ولذلك انا استغل هذه الفرصه وانادي هؤلاء واقول لهم الا يبقوا يتحدثون من تحت الطاولات، عليهم ان يظهروا ويحددوا موقفهم من الان. النقطه الثالثه اللي هو الشعارات والصور، تردد في هذه المجزرات شعارات، الشعارات التي تردد بالروح بالدم نفديك يا علي، بينما هناك في لدى شباب التغيير بالروح بالدم نفديك يا وطن. وأعتقد أن الوطن أبقى وأعلى وأبقى بينما هذا الرجل زائل. أما الصور فالصور هي صور الرئيس علي عبد الله صالح، صور الحصان. وعلى فكرة لقد بحثت في الإنترنت لأجد لنفسي تفاؤل، ووجدت أن عمر الحصان يتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة، فتفاءلوا بالسقوط. بينما الشعارات هناك هي شعارات الشهداء، هناك الشهداء والخلود لمن؟ للشهداء، والخلود للشهداء. خطب الجمعة، خطب الجمعة تتكرر في لدى الحزب الحاكم خطيب لا يعرف أحد، وتكرر مرارا وتكرارا ولا ندري بماذا يقول. وبينما خطب الجمعة هنا متنوعة من جميع التيارات من جميع المناطق، كان الخطبة قبل الأخيرة لوزير الأوقاف حمود الهتار، نعطيه التحية أيضا من هنا. خطبة الجمعة في الأمس كان من خطيب من عدن، وبالتالي من خلال النظر إلى هؤلاء الخطباء ندرك أن النظام ضد التغيير، ولذلك لا يستطيع أن يغير الخطباء، بينما الشباب يؤمنون بالتغيير حتى في خطبة الجمعة. ما يطرحه الخطباء، أما ما يطرحه الخطباء فهو ولا تنقضوا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء هذا الخطاب كان المفروض أن يوجه، كان المفروض أن يوجه إلى الرئيس. في كل دورة انتخابية يأتي ويحلف على المصحف أنه سيعمل بالحفاظ على مصالح الوطن، وقد اتضح أنه يحافظ على مصلحة أسرته وأبنائه وأقاربه، ولذلك كان هذا الخطاب يجب أن يوجه له. المرأة وما أدراك من المرأة، المفروض أن المرأة لقد شكرها الأخ ويخصص لها برنامج متكامل، لكن سأبدأ بالمرأة في الثورة. المرأة دقيقة آخر لحظة، المرأة شريكة للرجل. المرأة هنا المرأة لدى الحزب الحاكم أصبحت سلعة، ويخجل الإنسان أن يقول أن يذكر ما يقول، لكن كلمة ولو دقيقتين، ما يقول في كلامه حول المرأة تؤكد حقيقتين، كذب زيف الوعود التي تدل أولا على الإفلاس الأخلاقي والسياسي، تدل على زيف ادعاء هذا الرجل تجاه قضايا المرأة التي وعد بها، تدل أيضا ولو كنت مبالغا وأختتم بهذا إن الرئيس هذا بحسبة بسيطة إن الإسلام أتى بالضرورة الخمس، النفس والمال والعرض والدين والعقل، فقتل الناس فيأخذ صفر من خمسة، قد سلب المال صفر من خمسة، وها هو يتحدث عن الإعراض صفر من خمسة، العقول شردها صفر من خمسة، العقل الدين وهو يسخرها لمصلحته، والنتيجة صفر من صفر، وبالتالي فليرحل. والسلام عليكم. شكر الله لك أستاذنا الكريم على هذه المداخلة. ونحن الآن إخواني الأكارم وأعزائي المشاهدين تحت زخات المطر، ولا شك أنكم ستصمدون، زخات بسيطة تلطف الجو. إخوانكم في ساحة التغيير في صنعاء وغيرها يوم الجمعة قبل الماضية سألوا الله عز وجل في صلاة الجمعة الغيث، فمان أكملوا صلاة الجمعة كما رأيتم حتى نزلت انهمرت عليهم السماء بالأمطار الغزيرة وكانوا ثابتين، فاثبتوا ثبتكم الله في مثل هذه اللحظات، وثبتوا تحت زخات الرصاص كما يقول إخواني الحضور وإخواني المشاهدين في ساحات التغيير في اليمن. ننتقل إلى المحور الرابع، ماذا بعد الثورة، مع الدكتور صالح الحازبي محاضر بجامعة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية أبدأ بقول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. هذا هو قانون الحياة هذه. وعندما يطغى الميزان، عندما يحدث الطغيان في الميزان، يحتاج هذا الميزان إلى من يعيد لهذا الميزان عدالته. فهذه الثورة ما جاءت إلا نتيجة حدوث هذا الطغيان في الميزان. فبدل أن يصير الميزان يعني متوازن، صار الميزان مائلا لجهة عائلة الحاكم فقط. ولذلك كان لابد من إعادة التوازن لهذا الميزان حتى تسير الحياة. بداية أحب أن أوجه يعني بعض الملاحظات، إنه حول إنه بعض الناس بيقول ما هذه الثورة مثل ثورات كثيرة، تأتي الثورة وتأتي الثورة ثم يئسنا من ثورات، ماذا بعد هذه الثورة؟ إخواني الكرام، لو لاحظنا أن هذه الثورات الآن التي صارت هي تختلف عن ثورات القرن السابق بسبب واحد: الثورات السابقة كان يبادر بها الجيش ثم يؤيدها الشعب، أما ثورات هذه الأيام فيبادر بها الشعب ثم تؤيدها الجيوش. لماذا؟ لأنه فيما سبق كان عندما يبادر ثم بعد ذلك يعود الشعب ويترك هذه الثورة فيلتف عليها بعض القادة في هذه الجيوش، ثم بعد ذلك يحدث الطغيان في الميزان مرة أخرى. أما اليوم لأن الشعب هو الذي بادر بالثورة، فإن هذا الشعب هو المسؤول الذي يجب عليه أن يظل حاميا لهذه الثورة. ولذلك هذا ما يجب على شباب الثورة أن يفكروا فيه فيما بعد الثورة هذه. موضوع النظام الحاكم وانتهاء هذا موضوع مفروغ منه، والدليل أخوتي الكرام أن هذا النظام الحاكم يستنزف الخزينة العامة. لو أن هذا النظام الحاكم لا زال يفكر أنه سيحكم لما استنزف الخزينة، لأنه يعرف أنه فيما بعد ذلك سيقف أمام مظاهرات الشعب على الأقل بحثا عن الطعام، بحثا عن المال، إذا لم يبحث عن الحرية وعن القضايا السياسية. فالدليل أن هذا الشعب راحل لا محالة وهو يدرك ذلك أنه يستنزف الخزينة هذه الأيام حتى يتركها، عفوا النظام، حتى يترك الخزينة بعد ذلك خواء لمن يأتي بعده. التغيير الذي يجب أن يحدث اليوم هو ليس تغيير أشخاص فقط، هي تغيير قيم، هي تغيير سيشمل كل المستويات وسيشمل الجميع. التغيير هذا لابد أن يشمل الجوانب الاجتماعية والجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. فالتغيير ليس فقط هو إزالة شخص ثم يأتي شخص بعد ذلك. التغيير الذي يسعى له الشباب الآن هو تغيير في المفاهيم مثل ما قلت والقيم، ثم تغييرا يشمل كل جوانب الحياة في المجتمع اليمني. نبدأ أولا، ما هو التغيير الذي نحلم به سيحدث في الجانب السياسي؟ أولا، لدينا كثير من القضايا الشائكة في الجانب السياسي وعلى رأسها وما لها من أولوية، وهي قضية الجنوب، القضية الجنوبية. نحن نعرف أن الوحدة تمت بين الشمال والجنوب، وأن الجنوب قدم دولة ثم بعد ذلك هذا الرئيس تركت لكل الاتفاقيات والعهود وسرح الكثير من الكوادر، وفقدت الدولة هذه الكوادر وهذه العقول، وفقدت كثير أيضا من هذه الكوادر التي كان يمكن أن تسعى في تطوير هذا الشعب، لكن هذا النظام لا يحب أن يشاركه أحد، فلذلك نكث على هذه العهود. فالقضية الجنوبية ستكون لها أهم الأولوية، وقضية رفع الظلم وقضية الشراكة الحقيقية هي أول قضية يجب أن تعالج في الجانب السياسي بعد أن يتم استقرار لهذه الثورة. القضية أيضا هي قضية صعدة أيضا، وأنا كلنا نعرف أن قضية صعدة هي قضية وهذه أزمة افتعلها النظام وسببها النظام، وإلا فالشعب متعايش طوال هذه الفترة لم يحدث أي اختلاف بينه. فهذه أيضا من ضمن القضايا التي سيتم حلها بعد أن يعني تتم هذه الثورة. مما يجب علينا أو ما يجب على شباب الثورة بالذات أن يفكروا فيه أن هذه الثورة لن تنتهي بمجرد أن يتنازل هذا الحاكم، وإنما ستبدأ الثورة فعليا بعد ذلك. ستبدأ الثورة فعليا بمجرد أن يتنازل، لأن بعد ذلك يجب عليهم أن يحموا كل ما سعوا من أجل تحقيقه. أولا، لا رئاسة مدى الحياة مثل ما يقولوا، فلابد من إعداد دستور جديد بالكثير يعطيه فترتين ثم بعد ذلك يترك الرئاسة ويترك المجال لغيره. لابد أيضا من التغيير في علاقتنا الخارجية. علاقتنا الخارجية يا أخوتي اليوم هي تتم ارتجالية، يوم علاقة جيدة مع دولة ثم بعد ذلك يرتكس ويقيم علاقة. أصبحت علاقتنا الخارجية على مستوى الدول وكأنها علاقة مناورات كالمناورات التي تحدث بين القبائل. فلا بد من بعد ذلك أن يحدث لدينا علاقة خارجية قائمة على أسس المصالح والشراكة مع كل دول العالم، مع الدول التي يعني ترتبط بعلاقات جيدة مع اليمن، مع في مقدمتها طبعا اللي هو دول المنطقة ودول الإقليم، تقوم على احترام مواثيق حقوق الإنسان والحريات. طيب، ما هو الأشياء التي ستضمن هذه الأشياء كلها اللي ذكرناها؟ التغيير السياسي سيضمنها الشباب، وسيضمنها الشعب الذي تغيرت مفاهيمه. الشعب اليوم أدرك أنه لم يعد هو مجرد خادم لدى الحاكم، وإنما له الحقوق. الشعب اليوم أدرك
والشباب في ساحة التغيير أدركوا أن لديهم مفتاح سحري يستطيعون أن يحركوا به الحاكم بحكم أنه موظف فقط لديهم، وبالتالي ستظل هذا التغيير هو ما سيضمن من حدوث هذه التغييرات التي ذكرناها. سأنتقل سريعا إلى الوضع الاقتصادي. مما يجب على شباب الثورة أن يدركوه أنه ليس بمجرد تنحي الرئيس سينتهي كل شيء وستنتهي مشاكلنا، وعليهم بعد ذلك أن يتوجهوا للوظائف التي ستكون عليهم. نحن أمام وضع اقتصادي سيكون مأساوي في البداية، وأنا أشبه الوضع بكأنه عملية جراحية. العملية الجراحية بعد أن تتم لها آلام، هذه الآلام فترة بسيطة ثم تنتهي ثم يصح المريض، لكن المريض الذي لا يريد أن يجري العملية الجراحية خوفا من هذا الألم سيظل يتألم طوال حياته. فنحن الآن أمام عملية جراحية، سيكون الألم فترة بسيطة ثم بعد ذلك يتعافى هذا الجسم بعد أن يتم بتر هذا المرض من الجسم. الاقتصاد يا إخوة، طبعا الاحتياطي مثل ما ذكر البنك المركزي في نهاية عام 2010 كان الاحتياطي لدى البنك المركزي 5,900,000,000 دولار، وكانت تغطي لثمانية أشهر استيراد. في بداية الأزمة طبعا في نهاية شهر 2 انخفضت بمقدار 200,000,000 دولار إلى 5.7 مليار. طبعا حدثت صرفيات مهولة خلال هذه الفترة، كما تواردت الأنباء عن تحويل حوالي 400,000,000 دولار إلى أحد البنوك في الدول الخليجية. يتم سحب كثير من المبالغ خلال هذه الأيام، يعني ملايين الدولارات أو مئات الملايين من الدولارات. فالنظام يصر على أن يترك اليمن بخزينة فارغة حتى يقول انظروا ماذا سيفعل لكم من سيأتي بعدي، وكأنه ينتقم من الشعب لأنه طالب بهذا التغيير. اليوم البنوك عاجزة عن توفير الدولار، في اليمن لا تستطيع أن تحصل على الدولار هذه الأيام، ولذلك لو رأيتوا الناس كلهم يلجأوا إلى شراء الذهب من أجل أن يحتفظوا بالقيمة السيولة التي لديهم. اليوم منتشرة عملة مزيفة، يطبع عملة مزيفة وموجودة في الأسواق أجنبية ومحلية. فالإرث كارثي ينتظر الحكومة القادمة، خزينة فارغة بالإضافة إلى لوبي فساد متوغل في كثير من المفاصل. ما هي المهام المطلوبة بعد ذلك من الحكومة القادمة؟ المطلوب منها استرجاع الأموال المنهوبة، القضاء على الفساد، توفير مناخ الحرية والشفافية، وإيجاد بيئة استثمارية تستطيع أن تجذب الأموال، والقدرة أيضا على استيعاب الدعم الخارجي. اليوم النظام لديه دعم خارجي، وكثير من المانحين تعهدوا بضخ أموال، لكن هو عجز حتى عن استثمار هذه الأموال التي تعطى له، وفشل في استيعابها وتصريفها في مصالح الشعب. ما هي المقومات للنجاح؟ طيب، يعني احنا سنأتي مثل ما تقول أنت الآن تخيفنا، نحن سنأتي على خزينة فارغة وما في رواتب وما في أموال. ما هي مقومات النجاح إذن؟ وإلى متى سيستمر هذا الألم الذي نتكلم عنه؟ بالتأكيد مثل ما ذكرت أنه في أي حروب، في أي انتقال، في أي تغيير لابد أن تحدث مثل هذه الهزات، لكن بالتكاتف. أول مقومات النجاح هو تكاتف الشباب وإصرارهم على تحقيق الأهداف التي يرجونها، فهذا هو أول مقوم من مقومات النجاح. الشيء الثاني هو إيقاف نزيف الثروة. يعني يا إخوة، على سبيل المثال أذكر أمثلة بسيطة جدا. الغاز تم بيعه لكوريا بسعر 3.2 دولار، بينما سعرها كان في السوق يعني حقيقة 11.7 من عشرة. فبخسارة سنويا اليمن تخسر في صفقة الغاز كل سنة 2,800,000,000 دولار سنويا. هذا مبلغ كبير، يعني لو هذا أضيف على الميزانية سيحدث تغيير هائل. قبل أسبوعين من نهاية العام الماضي من عام 2010 تقدمت الحكومة بطلب اعتماد إضافي بمبلغ 1,300,000,000 دولار لميزانية 2010. ما معنى الاعتماد الإضافي؟ معنى أنه خلاص في ميزانية وكل شيء، بعدين يقولوا لا احنا هذه الأموال لسه محتاجينها كمان، يعني صرفت أصلا، هي يعني تقريبا صرفت، تم صرفها بس وقعوا لنا عليها. فلما تصرف مليار و300 مليون دولار، يعني هذه مبالغ أيضا مهولة، أين ذهبت؟ أكلها لوب الفساد. في عام 2008 طبعا، وهو التي حدث فيها طفرة النفط لو تتذكروا، كان الاعتماد الإضافي 700 مليون